اعتقال يهود قاموا بسرقة المطربة كيم كارديشيان. تبين أنها يهود. هيك مكتوب مش أنا اللي احنا سرقين. هيك مكتوب في دوت أحرونوت مش مني أنا. مكتوب يهود. هن سرقين يعني ليش؟ بسرقوا الأراضي هون كمان لا. ولكن لم يتم العثور على خاتم الخطوبة الذي يساوي 5 مليون دولار. ما لقوها اليهود، خبوها وحولوه لشيء ثاني.